ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، بعد التحية، مصر ضيف شرف القمة العالمية للحكومات بدولة الإمارات، والعلاقات المصرية الإماراتية علاقات ممتدة لسنوات بها الكثير من الدعم. في ظل انعقاد هذه القمة وأيضا في ظل مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسات التي عقدت اليوم، بالتأكيد هناك الكثير من النقاط المشتركة للوقوف عليها. طبعا هو ده لقاء مهم، قمة القمة العالمية للحكومات اللي بتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر والسادة الرئيس ضيف الشرف في هذه القمة، وده طبعا نوع من التقدير الكبير لمصر الدولة والقيادة. أنا عاوز أقول أيضا أن هناك علاقات طيبة ووثيقة بتربط بين مصر والإمارات العربية المتحدة، سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي، وتوجد يعني مواقف مشتركة وتضامن مشترك بين الدولتين. والحقيقه دي ايضا منذ فتره، يعني منذ قيام دوله الامارات في عهد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان مؤسس الدوله، واستمرت العلاقات الوثيقه والطيبه بين مصر ودوله الامارات العربيه المتحده، واللي بتعتبر الحقيقه نموذج لما تكون عليه العلاقات بين دولتين عربيتين شقيقتين. المشاركة المصرية في هذه القمة العالمية للحكومات لها أهميتها، وتجد درجة كبيرة من التقدير من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وخصوصا عندما بتناقش فيها العديد من المحاور. وهناك أهمية أخرى لهذه القمة أيضا، أنها بتضم تجمع كبير من الدول، يمكن بيصل إلى 150 دولة مشاركة. هناك ايضا مشاركه من جانب 20 رئيس وزعيم دوله اضافه ورؤساء وزاره، اضافه الى مشاركه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين، وبيناقشوا العديد من القضايا الهامه، سواء تتعلق بالتعليم، بالصحه، بالحوكمه، بالتنميه، بتدبير الوظائف، بالحكم الرشيد. إذن هي قمة مهمة، وتعقد أيضا في وقت مهم، يعني بتعقد في وقت العالم بيواجه فيه عديد من التحديات، وخصوصا على المستوى الاقتصادي، وبالتالي بتتم أيضا مناقشة سياسات واستراتيجيات يمكن تطبيقها في الفترة القادمة للتغلب على هذه التحديات، وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول المشاركة. وبالتالي هناك أهمية كبيرة لمشاركة مصر ومشاركة السادة الرئيس في هذه القمة العالمية للحكومات. نعم دكتور إكرام، بالتأكيد يعني حينما يتم انعقاد مثل هذه القمة، وكما ذكرت حضرتك وكما هو معروف أن هناك عدد كبير جدا من الدول المشاركة في هذه القمة، في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم، وهي في الحقيقة ليست ظروف استثنائية اقتصاديا فقط، لكنها بالتأكيد لها انعكاسات سياسية واجتماعية وتأثرات كبيرة لما يشهده العالم على كافة مستويات، سواء كانت هذه الدول دول كبرى، دول نامية، كل الدول تعاني على حد سواء. انعقاد هذه القمة في مثل هذا التوقيت في رأيك سيكون له تأثير فيما بعد، وخاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات لمصر، كما يتم الآن التسويق لمصر من خلال هذا المؤتمر؟ بالتأكيد هي قمة بتعقد في توقيت هام، وفي توقيت يواجه فيه العالم العديد من التحديات، سواء التحديات على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، وبالتالي بيظهر الاحتياج إلى تكتيل الجهود وتبادل الخبرات لمواجهة هذه التحديات، واللي بتعاني منها الحقيقة كل دول العالم. وبالتالي بيظهر في هذا الإطار
أهمية مثل هذه الاجتماعات، أهمية تدارس التحديات ووضع سيناريوهات واستراتيجيات للتغلب على هذه التحديات، وخصوصا أيضا أن في هذا التجمع الكبير بتبقى فيه فرصة لتبادل الآراء، تبادل الأفكار، لعقد مباحثات بين الأطراف المختلفة سواء على المستوى الحكومي والرسمي أو على مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال ورؤساء الشركات الكبرى. وبالتالي بيبقى فيه أهمية أيضا من جانب الاستثمار وجذب الاستثمارات، وخصوصا أن فيه يعني وفد رفيع المستوى مصاحب السيد الرئيس في هذه القمة، وبتعقد لقاءات عديد من اللقاءات وعديد من المحاور، وتوجد العديد من الموضوعات التي يتم مناقشتها، وخصوصا أن القمة يعني بتستغرق 3 أيام، وبالتالي هيكون في مجال واسع لتبادل الآراء، تبادل الأفكار، التعريف، وإحنا بنتكلم عن الجانب المصري، التعريف بالفرص الواعدة للاستثمارات في مصر، وكيفية الاستفادة منها من جانب الأطراف والدول المختلفة. أيضا في فكرة وضع استراتيجيات ووضع سيناريوهات للمستقبل، وبالتالي بنتوقع أن يكون لهذه القمة مردود كبير على كافة الأطراف في المستقبل المنظور. صحيح دكتور إكرام، أيضا يعني فيما يتعلق بكل ما هو جديد، هناك كل يوم مستجدات جديدة، ونحن في عام 2023 نتحدث عن تطبيقات تكنولوجية مختلفة، تحديث في أنظمة الحكومات العالمية بشكل عام، ومصر الحقيقة يعني كانت لها خطوات سابقة في هذا الإطار منذ عدة سنوات، على الرغم من التحديات الكثيرة، لأن مصر استطاعت أن تكون على هذا الخط. في رأيك يعني هذه القمة وما تضيفه من تطور كبير في عمل الحكومات، وكيف تستفيد مصر أكثر من انعقاد هذه القمة؟ طبعا هذه القمة بيتوقع أن تستفيد منها الحكومات المختلفة، وده الهدف الحقيقة من مثل هذه القمة، يعني التعاون في مجال تبادل المعلومات، في مجال التكنولوجيا، في مجال التقدم العلمي، الارتقاء بجودة المجتمعات، في موضوع التحول الرقمي، في موضوع الحكم الرشيد، كل دي الحوكمة، كل دي قضايا مهمة، مهمة بالنسبة لمصر ومهمة بالنسبة لدول العالم المختلفة التي تشارك في هذه القمة. وايضا انا عاوز اقول حتى ان في قضايا بتهم العالم ككل، يعني لما نتكلم عن قضايا التغيرات المناخيه، صحيح، لمصر استضافت مؤتمر التغيرات المناخيه منذ فتره قريبه، يتم تبادل المعلومات، الطاقه النظيفه، الاقتصاديات الخضراء، كل دي قضايا مهمه، مهمه بالنسبه لمصر، قضايا التعليم، قضايا الصحه، كل دي قضايا مهمه بالنسبه لمصر ومهمة بالنسبة لدول العالم، وبالتالي يكون من المفيد تبادل الخبرات في هذا المجال والاستفادة المتبادلة من جانب دول العالم المختلفة. بالتأكيد. بشكرك شكرا جزيلا دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، كنت معنا عبر الهاتف.